السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن. معنا منتج جديد من منتجات سنوف. عندنا منتج خاص بتشغيل مفاتيح التشغيل تاتش، نقدر نشغل او نستغنى عن مفاتيح المانيوال العادية عندنا، مفاتيح تاتش موجودة. طبعا المنتج بيجي معاه شهادة الضمان، بيجي معاه كتالوج الخاص بطريقة التشغيل، بيوضح لك طريقة التشغيل بالكامل والبرنامج اللي بنشتغل عليه اللي هو eWeLink، ونقدر ننزله عن طريق اب ستور او جوجل بلاي، طريقة التوصيل بالكامل وشرح للبرمجة، ونقدر نعمل سكان عشان ننزل الاي بي بي. المنتج تركيبه بسيط خالص. المنتج عندنا سطح الخارجي مضاد للحرارة ومضاد للمية، تمام. فطبعا سيفتي عالي جدا غير الشروط الموجود المانيوال العادي عندنا. طريقة التركيب بسيطة، هنبدأ فيها مع بعض. هيبقى عندنا السورس اللي هنشتغل عليه وليكن لمبة، هنحتاج نركب مدخل الكهرباء نايترون، ودخول كهرباء LN، ده كده السورس الرئيسي للتشغيل. وبنيجي نقدر ناخد مخرج اللمبة عندنا في L1، وعادة اللمبة تكون واخدة الطرف التاني دايركت مشترك، فهنعمل احنا مشترك صغير عندنا. كده عندي الارضي الان مشترك، وادي دخول الكهرباء اللي موجود عندنا. بيبقى عندنا طرف اللمبه وطرف الان مشترك، وعندنا الدخول ان، وعندنا الخارج في L1 زي ما واضح، وهيبقى واضح عندكم في الرسمه برضو اللي موجوده هتتعرض دلوقتي. مجرد ما عملنا التوصيل هيشتغل المنتج بشكل مباشر من عن طريق اللمس. طريقة البرمجة أو إضافتها على السوفتوير نفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. بنفتح برنامجنا eWeLink وبندوس أسفل الشاشة في المنتصف حرف الزائد، وبندوس نيكست أو إضافة، بنكتب اسم الشبكة الباسورد ونيكست التالي، وبندوس هنا لمدة من 5 لـ 7 ثواني. الإضاءة عندنا هنا هتتغير وهنسمع صوت صفارة. بننتظر الإضافة. تمت الإضافة. هنغير اسم المنتج بأي اسم موجود عندنا، عربي أو إنجليش. هنسميه وليكن T1. ظهر عندنا T1 زي ما واضح. احنا نقدر نطفي ونشغل المنتج بنفس الاوبشن اللي موجود عندنا. نقدر نشغل ونطفي من هنا بشكل مباشر، ونقدر نطفي ونشغل من الابليكيشن بشكل مباشر، والحالة عندنا بتظهر على طول. يعني لو حد شغل يدوي في الابليكيشن بيظهر انه اتفتح، تمام. ونفس الاوبشن اللي موجود عندنا، احنا ممكن نشغل السيتنج لاي تليفون تاني. نقدر نعمل جدول بالوقت والتاريخ والساعه، يفتح ويقفل امتى. نقدر نضيف تايمر بنفس الطرق المشروحه في وقت معين، بعد نص ساعه او ساعه او يوم او يومين يطفي الوقت اللي انا عايزه. ونقدر نعمل لوب ان هو يقدر يطفي ويولع بشكل متتابع بدون
توقف يعني على سبيل المثال يشتغل ساعة ويطفي ساعة أو على حسب النظام اللي احنا هنحطه بالكامل. ونقدر في حالتنا موجود فيرموير كان بيه أبجريد إن احنا نقدر نعمل أبديت من عن طريق أعلى الشاشة على اليمين، هندوس على الثلاث نقط الموجودين هتلاقي فيه سيتنج الضبط، ونقدر نعمل فيرموير أبديت. هنتلاقي عندنا إن هو الديفايس عندي ابتدى يعمل أبديت. تمام، تم التحديث بالكامل. نقدر نغير اسم المنتج في اي وقت من عن طريق النيم الاسم، ونقدر نضيف كاميرا للمنتج وده اوبشن جديد مضاف، وان شاء الله هيكون ليه حلقة منفردة ازاي نقدر نضيف كاميرا ونقدر نشغلها من عن طريق الابليكيشن. كده المنتج اتوصف بالكامل ونقدر نشتغله عن طريق مفتاح او الموبايل، ونقدر نضيف عليه امازون ايكو لأوامر الصوتية او جوجل اسيست برضو اوامر صوتية، ودي هيكون ليها حلقة منفردة بذاتها. كان معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن، شكرا للمتابعة. اي اضافة او سؤال ارجو اضافته، ان شاء الله هنرد في اقرب وقت ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.